بمنطقة الرابطة ببلدية رأس العيون غرب ولاية باتنا، تتعالى أصوات السكان المتخوفين من عودة ظاهرة سقي المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة بالمياه القذرة التي يتم تجميعها هنا. ممكن أمراض خطيرة، الشيء هذا راه صعيب. كيما نقولوا احنا هذه مواشي برك، فقط في الحشيش تسقى بها الحشيش. ممكن الماشية تمرض، تكون متهوية فيها تسمم. المياه القذرة هذه يعني احنا نطلبوا من السلطات، والسلطات البلدية كانت على علم. وهنا نشكر الدرك الوطني لدائرة رأس العيون أخذ الإجراءات نتاع واللوازم. هذه المياه القذرة وحسب السكان تستعمل أيضا في سقي مراعي الأبقار الحلوبة، ما يزيد من حجم الكارثة. بير هذا اللي توالكم درك هنا، هم يديبوشي وحاشكم الروكار هذاك لهي، ويعبيو في البير هذا، ومن بعد يطلعوا من البير الباسان، ومن بعد يطلعوا الجنان يسقيو الجنان. واش باغيين؟ وحنا باغيين من البلدية تجي ترد من البير هذا، على خاطر ماهوش حاجة سهلة باش نسكتوا عليها والله. تدخل عاجل للسلطة المعنية المطلب الأساسي لسكان لتجنب كارثة حقيقية تتربص بحياتهم.